إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان المعظم في ليلة مباركة ويوم مبارك، حيث اختص المولى تبارك وتعالى ليلة القدر بنزول القرآن فيها، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة عظيمة مباركة، وهي أهم ليلة في العام كله بسبب فضلها الكبير وخيرها الوفير ونزول البركات والرحمات من رب الأرض والسماوات. وقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، دليل واضح على فضل هذه الليلة المباركة، فالعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويأتي الفضل الكبير إخوة الإيمان لليلة القدر لأنها ليلة نزل فيها القرآن، ولهذه الليلة المباركة مكانة كبيرة، حيث قال الله: وما أدراك ما ليلة القدر. ويدل على ذلك أسلوب الاستفهام عنها للدلالة على تعظيم قدرها وعلى عظيم مكانتها وعلى رفعة شأنها. وتأتي ليلة القدر إخوة الإيمان في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا الجود والإحسان، نسألك يا ربنا أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان،
والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، بدءا من الآية 53 من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاء
وشفاء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رب بك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم
ألا إن
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان المعظم الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل القرآن وما أعظم هذا الكتاب الخالص نزل في ليلة مباركة، وقد أخرج المولى تبارك وتعالى به الأمة من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والتوحيد. هذا الكتاب هو أعظم هدية من السماء في ليلة القدر والثناء وليلة العظمة والكبرياء. أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هو الكتاب المعجز ببلاغته وحكمته وصحة رسالته وسلامة هديه، شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، فقال أحدهم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فاللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وألا تحرمنا من شفاعة سيد الأنام. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد والذي يحين موعده إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 4:18، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله، لا
صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا القدر وثوابها ولا تحرمنا أجرها واجعلنا من المقبولين واجعلنا من من صاموا ف
فالعفو بها خير الزاد بالليلة هنئ نوصام فالعفو بها خير الزاد يا ليلة قدر منادينا كي ننهل من ورد بادي بكؤوس الكوثر يسقينا بكؤوس الكوثر يسقينا للرائح فيها قد زاد وصاب عطاء الله 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 في ليلة قدر في ليلة قدر معلمنا لنعود كأفضل عباد ونشيد الكون بمسمعنا ونشيد الكون بمسمعنا بالعفو ترنم كالشادي فاطلب ما شئت من الباري تطلب ما شئت من الباري سيجيب دعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا رب نرجوك شفاء والعفو بيوم الأشهاد نرجوك شفاء للمرضى والعفو بيوم الأشهاد واصرف للداء ليريح قلوب السهاد قلدتك ديني يا ربي بدموع العين بأورادي في ليلة قدرك يا ربي فاجعل في فرحي
فضلك اسعدي في ليلة قدرك يا ربي، فاجعل في فضلك اسعدي. قد صلى القلب على طه، قد صلى القلب على طه، قد صلى القلب على طه، وبذا الإحسان وإن قد صلى القلب على طه، وبقى الإحسان وإن دادي. قد صلى القلب على طه، وبها قد زاد وطاب عطاء الله. الله 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 الله. اللهم بلغنا ليلة القدر وثوابها، ولا تحرمنا أجرها، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي رسول الله، سيدي يا حبيب الله، عليك صلى الله يا رسول الله، عليك صلى الله يا حبيب الله، عليك صلى الله يا ابن عبد الله، يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين صلى الله
الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عصام السيد مجاهد غالي بصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما زلنا نعيش أياما مباركات في ختام العشر الأواخر من رمضان، وما زالت أنفسنا فرحة وسعيدة بالصيام والقيام والرجاء والدعاء، وما زالت قلوبنا يلفها الصفاء والنقاء من قراءة القرآن وتدبر معانيه، وما زالت قلوبنا بالليل تصلي لله وتناجيه. يا شهرا كم لي فيك من إشراقة تطوي الظلام وتنشر الأعراس، أنبت بالتقوى شعاب قلوبنا، أنبت بالتقوى شعاب قلوبنا، وسقيت بالآي الكرام غراسا. نفحاتك الغناء رفد سعادة تستنزل الرحمات والإيناسا، وبكل سانحة مآثر سنة من نور أحمد أشرقت نبراسا. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلون هنا وقد فرغوا من آداء ركعتي السنة، والآن يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله، استقيموا واستووا، صلي صلاة مودع، وفقني الله وإياكم لما أحبه ويرضاه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت،
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واغفر لشهدائنا وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وزكاتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا يا مولانا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا يا مولانا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا المولى تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر في جماعة، نقلناها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح،
ومبتهلا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات محمد الورداني وجلال عبد النبي من الإذاعة الخارجية، وتقبلوا أرق تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تقبلوا أرق تحيات مهندس محمود الشيتي، شريف محمود، ورامي عبد المنعم، وتقبلوا أرق تحيات محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 26 من رمضان من عام 1443 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 27 من أبريل من عام 2022 من الميلاد.